صافا لاباس عليكم، نتمنى لكم تكونوا كاملين في صحه جيده. بلاك بايكر فلوغ فيديو جديد. الوغ اليوم غنديروا واحد المراجعه الشامله، غادي نشوفوا لاريفاج جديد ديال السيماتي مونستر الايفو 3. شفنا الايفو 2، شفنا السيماتي الاولى، شفنا الايفو 2، دابا اليوم عندنا ايفو 3 بلي كولور كاملين. عندنا كولور كحل مات، قرب معايا شويه نشوفوا لي كولور اللي ديسبوليو ما شاء الله. عندنا هنايا جرينوار مات، هنا عاوتاني عندنا دم الغزال بكري جرينوار مات، هنا عاوتاني عندنا ميكس بدو كولور جرينوار، وعندنا كري ناردو. وهاد الكولور هذا اكثر ما بين عند شركه السيماتي، وهنا الغني عن التعريف اللي كولور ستوندار يعني الكحل الكحل مات. هنا غنشوفوا الموديفيكاسيون اللي جاتنا السيماتي، وعاد غنهضروا على الثمن ونشوفوا لافيش تكنيك كومبلي. موديفيكاسيون الاولى وهي طابلو دبور، طابلو دبور جا هنايا على شكل طابلت نيميريك ديجيتال بطبيعه الحال. هنا كيجينا نيميريك ديجيتال ولكن ما فيهش دوماج، ما فيهش، بغينا نشوفوا طابلو دبور كيفاش داير ولكن ما فيهش الباتري باش يافيشي لينا المسائل. مي 100% نيميريك ديجيتال، وكيجينا هنا تبدل على الايفو 2. الايفو 3 جات طريقه احترافيه، ولكن غادي نخليها لكم هنايا، نخلي لكم طابلو فيديو ديال طابلو دبور غنخليه لكم. الموديفيكاسيون الثانيه اللي جات وهي البو، جاتنا بالبو اكرا اللي صراحه الايفو 2 لاريفاج الاول جانا بو ستوندار، يعني سيلون ستوندار. هنا جانا البو، هنا الاكرا وفيه الكاش ديال بلاستيك بالكربون لتفادي الاحتراق بالنسبه للباساجي. هادو هما جوج ديال لي موديفيكاسيون اللي جاونا في هاد الايفو 3 ديال السيماتي مونستر الغوتستر سبورتيف نورمالمون. الوغ حنا دابا ان شاء الله غنبداو دابا بلافيش تكنيك، نعاودوا لافيش تكنيك الناس اللي يعني مازال ما شافوش الفيش تكنيك ديال المونستر، نعاودوا الفيش تكنيك ازيرو ونبداو ان شاء الله كالعاده من لوبتيك. هنا الدراري كما كتشوفوا عندنا لوبتيك فوليد، لوبتيك فولدو كيجينا هنايا بارابور على هذا الشكل هذا اغريسيف. تقريبا هنا السيماتي الدراري راه برودوي شينواز، ولكن انسبيري برودوي اوروبيان اللي هي الايطالي، ديزاين ايطالي، ومانسبيري هذا المونستر هذه من صراحه من دوكاتشي مونستر. دونك هنا عندنا دي فورج انفيرس هيدروليك كيجينا الديامتر ديالهم عريض على هذا الشكل هذا. هنا الكاردو بو كيجينا سبورتيف 100% سبورتيف، كيجينا على هذا الشكل هذا. سول ديسك الفريناج القدام لابيس بطبيعه الحال الدراري كاع اللي ماتريكول صغير ودي 125 ولا 150 ما تيجيوناش لابيس في الفريناج، هذه معروفه. وما كيجيوناش حتى دوبل ديسك القدام، مونو ديسك وماستر ديال الفخان خدامه بشركه ديال السيماتي، يعني ماشي شي شركه واحده اخرى، ماستر فيها بيستون واحد. بروتي بلاس ديال 17 الدراري القدام، هنا لي جونطاني مليون وكولور كحل كحل مات. كراش بار الدراري هنا كيجيونا على هذا الشكل هذا. ديكال واعر، ديكال صراحه هذا الغوستر ديال سيماتي مونستر الايفو 3 او حتى الايفو 2 ديكال زوين كما قلت لكم، اسبريم برودوي اوروبيان ديزاين ايطالي. هنا عندنا كاش موتور، هنا كاترطون بطبيعه الحال بالنسبه للمحرك كاترطون. عندنا دو صوباب باغ سيلندر بطبيعه الحال الدراري، هنايا ماتريكول صغير كيجي فينا كاربيراتور بيزي 19 ديال 50 وديال 110. هنا كيجينا كما قلت لكم الاخوان ديزاين ايطالي، لوغو سيماتي، فريناج في الرجل، ديماراج بالكيك مانويل وحتى في لي كوموند الكتريك. عندنا هنا ريغلابل بالنسبه ديبوس بي ريغلابل، لا ديال البيلوط ولا ديال الباساجي، ريغلابل وكاليتي زوينه باش خدامه. شوفوا هنايا عندنا 9 لتر ديال الكاباسيتي، 9 لتر ديال الكاباسيتي ديال الريزيرفوار، الكوب كورون 4 سينيال، ديماغاج ستار، هنا كما قلنا في كوموند الكتريك ديماغاج ستار. هنا هذيك الموديفيكاسيون ديال الايفو 2022 ايفو 2 لاريفاج الاولى كانت تبدل، كانت موديفيكاسيون وحده هو تبدل الكيدون، وخلاو الكيدون ديال الموديفيكاسيون ديال 2022. هنا الكيدون حيدوا لنا الكيدون ديال 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 الحديد وجاب لنا كيدون الومنيوم، الومنيوم غيتسداش وغيبقى صحيح وميم طو خفيف على الدراجه. عندنا هنايا هنا بوطون ديال هنا لي مود كما كتشوفوا الدراري، كلاكسون، سينيال اليمين اليسر، كود فار، وعندنا حتى الباس، ولوغ تخوفيزور بشكل جديد،
وزوينين ومعظم بزاف ديال الشركات كتكون كنشوفوهم كيخدموا بنفس الغوتروفيزور. هنا فيما يخص الدراري دوفون شفنا لي كوموند شفنا طابلو دو بونش خلاص لا سي تري كونفور مرتاحه بزاف صراحه لا سي زوينه. وحتى الباساجي هنا المونستر جابوا الباساجي داروا هنا البلاستيك ممكن تحيد عندها هنايا بولون من هنا ومن هنا كتحيد الا بغيتي تركب معاك الباساجي هنايا سينو بغيتي تصوب انت بوحدك البيلوت راه غتخليها هكا. هنا بالنسبه مونتيسور عندنا مونتيسور لور طبيعه الحال غتكون كاليتي مزيانه حيت السول مونتيسور غتكون كاليتي مزيانه غارد بولوراني هنايا كرو لوراني حتى هو ديال 17 جلس. الفريناج شوفوا هنا الفريناج الفريناج مونو ديسك بحال بحال القدام تماما مونو ديسك المقص ديامتر ديالو صحيح موطور شويه ثقيل سي نورمال 130 كيلو سي نورمال هذا المقص صحيح والماستر ديال الفران ديال السيماتشي اسبون طبيعي الحال واحد. هادشي اللي كاين الدراري شوفوا هنا دي سينيال سبورتيف فيروج فوليد هادشي اللي كاين الدراري هنا ما كاين حتى شي حاجه اللي بالنسبه للماكينه ماكينه راه كاتر طون وكاتر ابور وسيماتشي هاد القضيه هادي ديال بريمير تحت كلشي الفوق باش البيلوت ان شاء الله ما يبقاش محدود ضروري غيطلع شي شويه في النيفو 250 600 ميل وكذا غيكون اوتوماتيكمون غيدوز هاد من 50 ل 49 بحال السيماتي غادي يدوز اوتوماتيكمون يعني غيلقى راسو بيلوت بشركه بطريقه احترافيه. دونك الدراري هنا درنا وصلنا لنهايه ديال الفيديو درنا هنا واحد الريفيو ديال السيماتي مونستر ايفو 3 شفنا الموديفيكاسيون ميم درنا واحد الريفيو كامل والفيش تكنيك. السلام عليكم فيديو جديد ان شاء الله.